البطاقات المصرفية صارت جزء أساسي من حياتنا اليومية، إما بطاقات ائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات السحب الآلي الكينت. البطاقات الائتمانية هي البطاقات اللي تمكنك من شراء السلع في نقاط البيع أو عن طريق الإنترنت، أو حتى أنك تسحب فلوس من مكاين السحب الآلي سواء داخل الكويت أو خارجها، مع إمكانية سداد المبلغ المستحق من خلال أقساط شهرية. في هالحالة تسمى بطاقة ائتمان، أو سداد المبلغ دفعة واحدة في هالحالة تسمى بطاقة اعتماد أو بطاقة الخصم من الحساب. استخدام هذه البطاقات ممكن تنطبق عليه رسوم في بعض الحالات، خصوصا لما تستخدمها خارج الكويت، فاحرص على معرفة الرسوم والعمولات البنكية الخاصة لكل نوع من أنواع البطاقات. للاطلاع على المعلومات وغيرها من التفاصيل تقدرون تزورون موقعنا، ولنكن على دراية.